أعتقد قمة البلاغة الأهلي ليس ميولاً ولكن استقامة. الأهلي استقامة. أنت استقامت فكر. ليه؟ أديت إنك تعشق هذا النموذج المبني على أيوه قيم ومبادئ وطنية، إعلاء الشأن العام على الشأن الخاص، إنك أنت إلا فيما يتعلق بالحقوق. وهنا بيقودني برضو لأنه أشار على كلمة الأهلي فوق الجميع اللي هو فاهمها صح، والبعض يريد أن يأخذها في سياق الخطأ. الأهلي فوق جميع أبنائه ومصالح أبنائه، فلما نيجي في النادي الأهلي الأهلي فوق الجميع بنعني أنفسنا، لا شأن لنا بالآخرين. الأهلي فوق الجميع شعار تواضع وليس استعلاء. لما تقول الأهلي فوق الجميع أنت بتتواضع أمام النادي الأهلي ومصالحه، ولا تستعلي على الآخرين لأنه ليس موجه إليهم. الأهلي بين الجميع وفوق جميع أبنائه. لابد أن يفهم الشعار كما أطلق وكما يريده أبناء النادي الأهلي عشان يستفيدوا منه ويتواضعوا وينسوا أنفسهم ومصالحهم إزاء أو في مواجهة مصالح النادي الأهلي. الناس يا أستاذ إبراهيم اللي بتتعامل بالصدق شايفة الأهلي صح. ولذلك أنا بس عايز أتوقف على النقطة هنا. هتيجي تقول لي الله هو أنت زعلت من عادل حمادي عشان لقى عليك الكلام وذكرك بالسوء ومبسوط قوي من اللي أشاد بيك؟ لأن هو أشاد بيا، ما أساءش للمنافس. لو أن الأستاذ عادل الحمادي اعترف بشجاعة الأستاذ الشمراني لما قال لك أنا أهلاوي ولا أخفي ميولي وأشاد بنادي آخر، لاحترمنا هذا وما كناش هنزعل منه. لكن أنت تتعرض لي بالسوء. الأستاذ أحمد لم يتعرض بالسوء لأي حد بنفس النادي. حمادي زملكاوي يعني. ما يا سيدي هو لو طلع أشاد بالزمالك هنزعل إحنا؟ لا طبعا. لو قال نفس الكلام ده بالنص إجابا على الزمالك في كنا إحنا هنزعل؟ إحنا بنرد عليه إنه بيسيء إلينا. وبيصورنا في صورة خاطئة وبيشكك فيه حتى البطولة مش اللي اتحققت. في نزاهة البطولة. اللي خوفه من أن تتحقق. بيشكك فيها من دلوقتي إذا فاز الأهلي. بالدوري احنا بنقول كده. فاحنا انا بشيد باللي بيشيد بيا وفرحان بيه، لكن من حقه يعني. هو لو كان استاذ شمراني تعرض لنادي الزمالك او النادي المنافس، من حق نادي الزمالك هنستاء طبعا. واحنا هنستاء في حاله تعرض خارجيا لاي حد مصري. لا مالناش دعوه حتى هنستاء، بس مش احنا المعنيين بالتصدي. انما لو تصدى نادي الزمالك الذين يسوؤون اليه هذا حقهم، ونقول لهم والله برافو عليكم. لا تقبل الاساءه من حد. ما تقبلش الاساءه من حد بس. انما النهارده انا متضايق من حد بيشكك في باخبار مغلوطه ومعلومات كلها ونهج مستمر. فبنقول له لا ما ينفعش كده. انتوا ايه اللي ما فكركم بالدوري المصري مره واحده؟ ومن امتى؟ من امتى؟ من حقكم تقولوا ده صح وده غلط لشان الكره والمصري؟ مالكم؟ ما حدش بيجيب سيره الدوري عندكم. مش من حقنا ان احنا نخش في الخناقات بتاعه الانديه مع بعضها. اذا كانت موجوده يعني. مش دورنا الا ان يتقال كخبر. مش تحيز برأي. وراي خاطئ مبني على معلومه خاطئه.